تابعين معكم فقرات دنيا دنيا. المراهقة يمكن من أكثر الفترات حساسية في عمر المراهقين، وأكثر الفترات حساسية في عمر من يتفاعل معهم من الأهل. حتى نفهم هاي الفترة كيف نتفاعل، كيف نفهم، كيف نتفاهم، كيف نتصرف، ضيفتنا لليوم المهندسة أماني أبو راس، وأنت الخبيرة في مجال التفكير الإيجابي والإبداعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية يمكن إحنا بحاجة لتعريف، خلينا نعرف يعني هي فترة المراهقة، من المقصود بهذا الاسم؟ أول شيء صباح الخير عليكم جميعا. بالنسبة لفترة المراهقة هي الفترة اللي بالنص بين الطفولة وبين الرشد والشباب، يعني هي الفترة الانتقالية، وأي فترة انتقالية هي فترة صعبة بالنهاية. لازم نكون فايتين على الأهل، فايتين على هاي المرحلة بهاي النفسية، هم موجودين عشان يساعدوا هذا المراهق ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب بأقل، يعني بأكثر سلاسة خلينا نقول وأكثر إيجابية. نحكي عن عمر من 11-12 ل 18 تقريبا، ل 18، وفي كمان علماء نفس بمدوها لبدايه العشرينات، يعني العشرين. هلا مش رح نحكي عن المراهقه المتاخره، هاي مشكله هاي. بس مزبوط اماني، حبيت كثير كلمه حكيتيها انه الاهل يكونوا موجودين عشان يساعدوا تمرق هالمرحله بسلاسه، مش انه انا في بيتي مراهق واعلن الطوارئ، انه انا بدي اساعد تمرق بسلاسه. وحضرتك عم بتقولي انه في سمات لهاي المرحله اللي هي مثلا العناد، الأنانية، البحث عن انتماء خارج الأسرة، هاي الأشياء بتستفز الأهل. نعم. بس أنت عم بتقولي أبداً إنه إذا مش موجودة لازم نخاف، لازم نتساءل. بالضبط، يعني هي زي في هلأ في مرحلة المراهقة نمو جسدي، نمو عاطفي، نمو انفعالي، معرفي، إدراكي، ديني، يعني هي مجموعة خلطة أشياء، مش بس نمو جسدي. يعني إحنا نمو الجسدي نتقبله عشان إحنا شايفينه، بينما النمو على المستويات الأخرى بنستهجنه. هلا في عندي بعض الصفات هي لازم تكون موجوده في المراهقين، اذا لم توجد لازم العائله تتساءل. منها حب الذات، بصير كثير مركز على حاله الولد، منها العناد انه بصير يعاند وبده هو يكون المسيطر والمستقل، وفي عندنا البحث عن انتماء خارج العائله، مشان هيك بنلاقيه بحب اصحابه اكثر، بحب يروح بتلاقيهم بصيروا بحبوا فريق كره قدم معين الى حد بتحسيهم ممكن يعني مش عارف ايش يعملوا مشانه، هم بحثوا عن ذاتهم برا اطار العائله. احنا اذا ما الولد او المراهق مر بهاي الصفات، هي طبعا مجموعه سمات، بس انا بدي اركز على هدول الثلاث لان احنا بنعتبرهم سلبيين. معظم الاهل بيشكوا من هاي الصفات، انا ابني عنيد، ابنك مش عنيد، ابنك لازم يكون هيك، لازم بهاي المرحله يصر على رايه، لانه هو بالسنوات اللي قبل بيكون عم ببني توجهاته. هون بيكون دور العيله في الاعداد لمرحله المراهقه. لو انت بتخاف هلا من الرفقه السيئه او انه بيطلع ابنك كثير برا البيت، هذا طبيعي، ولكن ان الرفقه السيئه هاد ذنبك، لانك انت مفروض كنت حاطه في بيئه قبل من مرحلة 6 ل 9 سنوات، هم ببني صداقاته هو. الولد هم اللي هي مثلا المدرسة صداقاته. زي مين مثلا ندير بال المدرسة؟ أوكي. لازم تكون انت على علم، انت مع ابنك دائما، ايش صار معك اليوم، اقعد صغيله اسمع له، هذا كتير مهم. ايش صار معك اليوم، مع مين طلعت، مع مين اجيت، جيب اصحابك هون، شو اكتر ايش بتحبه باصحابك، ادور على القيمة اللي هو بجدها باصدقائه لعلهم يكونوا خير. ليش احنا دائما نفترض انه دائما رفقاء اولادنا هم شريرين بين قوسين، يعني او انه اذا طلع برا البيت فهو ابصر وين راح. لا عادي، هو ممكن يكون راح على مكان كتير هيلث، ممكن كان يروح يلعب رياضة، بيروح هو أصحابه بيتناقشوا بأشياء. في عندك نماء فكري كمان في هاي المرحلة، هون أهمية هاي المرحلة بتكون توجهاته الفكرية والدينية والمعرفية. في كتير يعني الموضوع معقد على قد ما ممكن تحسه. أوكي، مرحلة تعين بسطه باش مهندسة. يعني احنا حكيتي عن 3 شغلات هي سلبية بالنسبة لنا يعني كمتلقين لهاي التصرفات، لكن هي عمليا صفات طبيعية رح يمر فيها أي مراهق، من الطبيعي أن يمر فيها. نأخذها واحدة واحدة. يعني نأخذ قصة العنادة، أنا كأب أو كأم كيف بدي أتعامل مع عنادة هذا المراهق اللي هي طبيعية، مش رح أشيلها منه بس أنا اللي بدي أتعامل معها. هلأ إذا كان عندك الولد أكثر صفة أنت بتلاحظها فيه العند أو العنادة، حاول أنك ما تصطدم معاه، يعني ما تحس أنك أنت ند له أو أنك أنت ضده أو أنك أنت عدوه. اسمع له، أعطيه مسؤولية، دائما المسؤولية بتقلل أي صفة سلبية بالإنسان. أعطيه مسؤولية، أشعر بأهمية وجوده في هذا البيت. كيف مسؤولية؟ يمكن هاي اللي بيدقروا عندها الناس. نعم. أحمله مسؤولية مثلا. أوكي. أقول له أنت مسؤول، نفرض عنده أخوان أصغر منه، أنت مسؤول اليوم مثلا درس أخوانك، أنت مسؤول عن البيت أنا طالع، يعني أعطيهم أدوار قيادية داخل البيت.
اللي هو بيشعر بأنه هو مستقل كبير شاب صار، لأنه هو بحتاج هذا الإشي بهاي المرحلة. أعطيه مسؤوليات داخل البيت، أنت مسؤول اليوم مثلا عن خضرة البيت، أنت مسؤول اليوم عن، فاهم شو بقصد أنا؟ يعني أدوار قيادية داخل المنزل بتحمله المسؤولية. بعدين العند تحديدا هو شيء جيد إذا أنت تحسيت ابنك أنه هو إذا بده إشي بده ياخده، صفة كويسة هاي في الحياة. أنت إذا بدك إشي بتضلك وراء لتوصل له، بس إحنا كيف بنعبر عن إحنا إيش بدنا؟ هون بتصفي القصة. يعني إحنا نعلمه يعبر عن آرائه والأشياء اللي هو بيهدف أنه يوصل لها بطريقة سلسة، بطريقة إيجابية. نقعد إحنا وياه نكتب إيش بدك تعمل، نحس أنه إحنا مهتمين بالإشي اللي هو مهتم فيه. ضروري نحس أنه إحنا إلى جانبه بطريقة فريندلي. إحنا مش ضروري نكون أصحابه، مهم أنك أنت تكون صديق لابنك. مهم. ولكن في مرحلة المراهقة قد يبتعد عنك، هذا بشعر الأهل بالقلق. دائما هم نجوم الحياة لأولادهم، حسوا حالهم قدوتهم، هم الناس اللي بتحكموا بحياتهم. في مرحلة المراهقة بلش الولد يبتعد شوي، بصير يلاقي قدوة أخرى، ينتمي لناس تانيين. إحنا هون نشعر بالقلق كأهل، من هون بصير عندنا ردات فعل أحيانا إنه إحنا منكون مش واعيين بهذا الإشي. إحنا ما بنكون عارفين ليش منتصرف هيك، بس إحنا بنكون زعلانين وإحنا الدور البريق اللي كان عندنا في حياة أولادنا عم بيختفي شوي شوي. وهذا لازم إحنا نتقبله، إنه لازم طبيعي. نتقبله بالعكس ونتقبله بصدر رحب. يعني أقعد معهم نسمع، والله حلو مع مين طلعت اليوم، شو عملتوا، بصير أطلع معاكم المرة الجاي، شو رأيك تجيبهم على البيت، نعمل هيك كليات. قدر أصدقائه، لأنه في هاي المرحلة الأصدقاء بيكونوا كتير مهمين في حياته. وأوعك تغلط عليهم، بحبش صاحبك فلان. طبعاً هو بحسه لإله. يعني صديقي هو أنا في هاي المرحلة. فأنت إذا أعطيت أي صفات سلبية أو تقليل من الأصدقاء، هو بيعتبره إشي لإله شخصي مش لأصدقائه. فإحنا لازم نكون حريصين كيف بنحكي حتى عن أصدقائه في هاي المرحلة. هنا أماني عم بيجي ببالي هلأ، مثلا افرضي يعني حلو تعبري أنه أنا مثلا بحب صاحبك فلان، بحب صاحبتك فلانة، كيف مؤدبة، يعني أحكي القيم اللي أنا بطريقة غير مباشرة عم بوصلها. ساعتها لو أنا بدي أنتقد اي صاحب تاني، مثلا انا مش عاجبني بقدر انتقد تصرفه، هل تعتقدي هون ممكن يتقبل رايي اكثر لانه بيعرف انه امي بتحب اصحابي؟ نعم. فلما نعم. تقول عن هذا هيك معناته عن جد في إشي لازم الفت مهم النظر. مهم جدا اللي انت بتحكيه، ان احنا نعوده دائما على التقدير. في حال صار في عندنا نقد، فهو بيكون نقد مش علشان انا بس بدي اقول لك ان كل شيء بتعمله غلط واصحابك غلط وحياتك غلط، لا، هو صار يحس انه نقد في مكانه لاجله لمصلحته، بيفكر فيه. لو اول شيء ابدالك اعتراضه انه لا اللي بتحكيه مش صح، بس لما بقعد بينه وبين حاله رح يفكر شوي انه والله اللي ما لانه في تأثير بالمقابل. لانه قبل ماما كانت دائما معي، هي عارفه اصحابي، بتحبهم، بتحب صفاتهم، بتشجعني اطلع انا وياهم، بتحب اجيبهم على البيت. فاذا والدتي متقبله لاصدقائي، هذا الصديق ايش معنى قالت عنه هيك؟ في محا حق، ممكن ارجع افكر في الموضوع. نعم. يمكن البعد السيكولوجي خلينا نحكي او النفسي هذا مهم بتدريب خلينا نحكي الاباء بالتعامل مع الموضوع. شو اللي بيخلي يعني المراهق بهاي اللحظة كبعد نفسي أنه هو يشعر بهاي الاستقلالية، بأنه هو قيادي، بأنه بده يطلع ينتمي لمجموعة تانية أو أسرة تانية؟ وكيف نحن ممكن يعني من غير ما نفرض سلطتنا عليه بنفس الوقت نقدر يعني بالنهاية بدنا نرعاه، بدنا نحميه يعني بشكل أو بآخر، من غير ما نأذيه ومن غير ما نفاقم المشكلة والمسافة بيناتنا. طبعا. هيك المسافة عم بتبعد، نضلنا محافظين شايفين كل إشي عم بصير. شو الـ نفسيا هاي المرحلة هي زي ما قلت لكم، إذا كيف تطور الجسدي، فعندك تطور انفعالي. إذا ما كان إحنا في عنا إعداد لهذا الطفل من قبل، رح نواجه مشكلة معه. لأنه في عندك مراهقة متكيفة، هذا الولد يتقبل تغيرات الجسدية والعاطفية وكل بتمر بسلاسة، بيكون متقبل لكل إشي، ويكون علاقته مع أهله قريبة. في عندك المراهقة اللي المنسحبة، هذا اللي بتكون انطوائي، بتحس ما بحب يقعد معك، بفوت جوا على غرفته بقضي الوقت أكثر. في عندك المراهقة المتمردة العدوانية، هاي بتيجي من بحس إنه ما في تقدير لإله، بحسش بأهميته، فهو بصير يلجأ للأساليب الثانية لفت الانتباه. في عندك كمان المراهقة المنحرفة لا سمح الله، اللي هو الولد اللي ممكن بوصل فيه للإدمان على المخدرات، الأصدقاء السوء، لأنه إما بيكون في عندك لا مبالاة من الأهل، فش مراقبة أبدا، أو قسوة شديدة في المعاملة. فإحنا لازم كأهل نعد نفسنا. أنا دائما بحط ثقل هاي المرحلة على الأهل مش على الأولاد. إحنا دائما بنقول ابني مغلبني، ابني مجنني، ما بفوت على البيت. أنت ما قعدتي صح. لازم إحنا كأهل، مش بس يعني إنك أنت يكون في عندك ابن، هي مش بس إنك تربيه تطعميه وتشربه وتأمن له غرفة وسريره، لا، في يعني في احتياجات شديدة في هاي الحياة تاني لازم نركز عليها للتعامل مع الأبناء. أنا بركز اللي هو شخصية الطفل كتير مرتبطة بشخصية المراهق. يعني المراهق بيشبه حاله كطفل يعني. فإذا أنت ما كنت عامل إعداد لهذا الطفل بشكل صحيح، المراهق حيتعبك،
هيتعب هو، انت بتكون اثرت عليه حتى هو. يعني مين قال لك انه هو بيكون فرحان لما بتتصادم انت وياه او بتتخانق انت وياه او كل يوم بينام وهو زعلان منك او بيطلع من البيت وهو مش مبسوط؟ فانت بتمرره بتكون مرحله صعيبه عصيبه عفوا عليك وعليه. هلا يعني نفس الموضوع اماني مرتبط باللي كنا نحكي هلا اللي هي الحاجات العاطفيه العلاقاتيه، يعني نعم اللي هي انا كنت التقدير عم بسمع صراحه كانت هي مش الحوار. يعني هي لكل انسان وخصوصا في مرحله المراهقه. نعم. هلا حكينا على العناد، اني ما اعانده، اعطيه مسؤوليه بحبها مش مسؤوليه بتقرفه توجهاته بتنفره. وبنيجي للثانيه واللي هي ممكن نقول اللي هي الانانيه او حب الذات. نعم. كيف يعني بدي اتعامل انا مع هاي؟ أول إشي عشان نكون عارفين إيش هو الطفل المراهق الأناني أو المحب للذات، ممكن تلاحظ عليه ممكن يقعد 6-7 ساعات في غرفته ما يسأل عن حدا في البيت، مامته مريضة، بابا مش راجع لسه على البيت، بيطلع مثلا بيسأل طبخته شو في أكل، هو بفكر بس بحاله. هذا شيء طبيعي، إحنا كل المطلوب منا نتقبله في هاي المرحلة. حلو. نتقبله، نشركه في أشياء تطوعية، نشركه في أشياء إنه يروح يعطي لناس تانيين، يعني نحسسه إنك أنت في ناس تانيين غيرك في الحياة بطريقة غير مباشرة، من غير ما أقول له أنت صاير ما بتفكر إلا في حالك، طبيعي. هو طبيعي إنه ما يفكرش إلا في حاله، لأنه هو قبل كان هو عايش حياته بس ليربي لبي رغبات أهله والدته ووالده. إيش بيحبوا بدي أعمل عشان أرضيهم، هلأ لا هو بدي يرضي نفسه، هو بدور على الأشياء اللي تسعده هو. هو صار السلف سنتر بالنسبة له، هو مركز. هذا طبيعي الحياة. طبيعي جدا، مطلوب منك أهل نتقبله ونعرف كيف نوصفه. يعني وما ندينه، يعني لا. ما نضلنا نوبخه او ندينه على تصرفه الاناني. طبعاً. انا لاحظت اماني انه عم تحكي الولد الولد الولد. في عندنا مشكله اكبر. انا فاهم عليكي. بس انا فعلا يعني هاي حقيقه البنت لما بتمر بالمراهقه كمان في شيء اصعب وفي شيء مختلف تماما وفي شيء معقد على مستوى العلاقه، يعني ما بين ما بين الام. وقديش نحن يعني واعيين يعني الامهات لانه بنتها عم بتمر بمرحله سواء التطور الجسدي اللي بصير عليها او عاطفي وانفعالي نفسنا. ويمكن اخطر من في مجتمعاتنا الذكوريه. نعم. للاسف الشديد اخطر موضوع المراهقه الانثى. يعني خلينا نحكي بهاي التفصيله تحديدا، كيف ممكن التعامل، مدى الشفافيه ما بين طبعاً. الام والبنت تحديدا انه في قضايا انثويه بحته ما بقدرش يدخل فيها الاب. يعني مزبوط مزبوط، ولكن برضه دور الاب مهم في حياه البنت خاصه المراهقه، العطف والحنان وانك تحس انك بتحبها، تحس انها هي صارت انثى، تحسسها باهميتها. هذا بيخليها ما تلجا لخارج البيت لاشباع هاي الرغبات اللي عندها اللي هي التقدير من الجنس الاخر. ممكن يكون من والدها او من اخوها. كثير حلو انه يكون علاقه اللي في البيت، علاقه الاخوان الذكر والانثى كثير مقربه وحلوه واصدقاء، لان هذا يعني بجنبها للبنت تفوت في علاقات هي راح تتالم منها اكثر من الاهل، يعني بس علشان تحصل على هاي الاحتياجات اللي هي ما لقتها في البيت. بالنسبة للأم والمراهقة تحديدا لازم تكون قنوات التواصل مفتوحة على الآخر والشفافية عالية جدا. مفروض يكون بيت أسرارها لهالبنت إمها مش صديقاتها. يعني اللي الأم اللي بتبني علاقتها صح ببنتها راح تلاحظ إنه بنتها بتسر لها اللي ما بتحكي لصاحباتها. هذا الصح، مفروض نتقبلها نفهمها نعدها نقولها إيش حيصير معاها، نقولها هي حتصير تحس إنها هي بحاجة تكون محبوبة، مش بس التغيرات، هي راح تصير تحس انها بحاجه تكون محبوبه، راح تصير تحس بحاجات هي ما كانت تحس فيها قبل. احنا مفروض نكون موعيينها اياها ونقولها كيف تيجي تحكي لما هي تحس بهاي الاشياء، واحنا كيف نشبع هاي الرغبات عندها، كيف نحبها، نحتضنها، نقدرها، نحسسها مش بالعيب وانه لا وهلا انت كبرتي ما بصير تطلعي ما بصير تنزلي، بطريقه ثانيه. انت هلا كبرتي مفروض احنا كلياتنا نشتغل على حمايتك، حتى لو احنا نتدخل كاسره، مش دائما الاسره تتقبل انها لا تتدخل في حياه المراهق. صح. لازم نشرح له، ما نخبي عليه، نشرح له احنا بنتدخل من باب حمايه وحب ورعايه لإلك. كلام جميل اماني، ونحن قد ايه دائما بحاجه، يعني زي ما بقول دائما بكل ما الواحد بياخذ معلومه بيكتشف قد ايه هو لسه لازم يعرف اكثر واكثر، خصوصا موضوع المراهق. انا بالنسبه لي بس بلشت في دراسه هذا الموضوع شفت قديش انا كنت ظالمه اختي الصغيره اللي كانت مش فهمتها هي ليش بتعمل هيك، فحسيت انه لازم هاي المعلومه توصل لكل ام واب، لكل حدا بتعامل مع مراهق. وبالنهايه بحب احكي يعني انه المراهقين في هذا الزمن احيانا بسطروا تاريخ وبصنعوا تاريخ زي المراهقين هلا في الضفه الغربيه. صح. وفي غزه 100%. الناس اللي عم تصنع التاريخ هلا هم مراهقين واطفال، فمش دائما المراهق هو بالضبط. بالضبط تمام. بالضبط. شكرا. شكرا اماني.